مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه تشوف تيفي. افادت المديريه العامه للامن الوطني بان موجه حر كتراوح ما بين 41 و 48 درجه وزخات رعديه قويه كتراوح ما بين 20 و 30 ملم مصحوبه بهبات رياح كتراوح ما بين 60 و 80 كم في الساعه مرتقبه اليوم الخميس والى غايه يوم الاحد المقبل بعدد من مناطق المملكه. وضحت المديريه في نشره انذاريه من مستوى اليقظه البرتقالي ان موجه حر كتراوح درجاتها ما بين 44 و 48 درجه مرتقبه ابتداء من اليوم الخميس والى غايه يوم الاحد المقبل بكل من اكادير ايدا وتنان انزكان ايت ملول تارودانت سماره واسازاك. كما سيتم خلال نفس الفترة تسجيل درجة حرارة كتراوح ما بين 41 و 45 درجة بكل من وزان، فاس، مولا يعقوب، تاونات، مكناس، الحاجب، تازة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الخميسات، خريبكة، خنيفرة، بني ملال، فقيه بن صالح، برشيد، سطات، سيدي بن نور، بن سليمان، قلعة سراغنة، اليوسفية، الرحامنة، مراكش، شيشاوة، زاكورة، طاطا، وداخل أقاليم العرائش والقنيطرة، الصويرة، أسفي، شتوكا، أيت باها، تيزنيت بوجرود وأوسرد ووادي الذهب طنطان سيدي إفني قلميم طرفايا والعيون. وأشارت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى اليقظة البرتقالي إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية كتراوح ما بين 20 و 30 ملم مصحوبة بهبات رياح كتراوح ما بين 60 و 80 كم في الساعة اليوم الخميس من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من تاورير تقرسيف بولمان وزان صفرو إفرا اليوسفية شيشة ورحامنا وميدلت. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.